شلونكم عيني؟ بعد شلونكم؟ سويت يمه قناة، اسكتوا لك؟ سويت يمه مو قناة، شنو؟ سويت فيديو. ايدي ايدي ايدي. ها؟ يلا 3 2 1. انت والله غبي هسه كل هاي تحطها. كل هاي تحطها. يلا. يعني ارجع البس المرح واني ما عندي مرح؟ شلونكم عيني؟ هسه ما علينا، تروحون على القناة اكو شيء من داخل امريكا. زين؟ تروحون على قناة من داخل. القصة شنو يروحون؟ ليش يروحون؟ غير خلي يروحون هم يعرفون، خلي يروحون هم يعرفون. زين؟ الحاصل يمه سويت تحدي مال فلافل. أول تحدي الفلافل بالعالم. اي ما حد مسوي تحدي فلافل قبل. واني سويت على طريقتي وهو سوى على طريقته. زين بعدين حدثت مفاجأة زعجتني فرفضت ان انزلها على قناتي، قلت له روح على نريد يشوفها يروح على قناة من داخل امريكا، وانتو حبايبي تحكمون ما علينا بحبايبه شيش يعلقوله. زين اني وان شاء الله تقضون اوقات سعيدة. للعلم انا ما اعرف اسوي فلافل. اويلي يمه. فجتي ماما سعاد قالت لي كل ما اقولها روح شو اسمه اريد فلافل تقول روح اتزوج، قلت لعمي انا تعالي علميني، فهي قاعده تعلمني. بس بعدين تذكرت شغله دروح هي الفلافل مالتها مال ايام الخير، انا اريد فلافل مال ايام الزمن الجميل مال ايام الحصار. حصار هيجي والدوله تعبانه يعني ماكو ما نقدر نستورد اي شيء، يعني كان عندنا ابو هذا الجيل عنده بعير يعني هاي يريدكم تشون وتربحوا. هم يروحون هناك بس يشوفوا. اسمعيني اسمعيني هذا كان يجي بالصحراء قبل البعير جايب ملح. اي هذا ابو البعير هيك يبيع ملح. اي هيك ملح هذا وسخ تذكرينه ما تذكري؟ أه ملح اي يلموه من الصحراء وسخ ويجيبوه. والحمص كان يهربوه من شو اسمه من الاردن لان احنا حصار من سوى علينا حصار، حتى القلم ممنوع. أي. حتى المساحه ممنوعه، حتى المي ممنوع. اي صحيح عشنا ذيك الايام. اي بس كانت فلافلنا عراقيه لها طعم هذا يدور ابو دمغه، ابو دمغه يدور. ما يعرف شنو ابو دمغه، يعني احنا عندنا شيء مو ماركه مو اصلي يسموه ابو دمغه. لا اي هسه هنا صار ايش قد بامريكا الفلافل كلها روح شوف فلان مكان يطلع لو لبنانيه لو سوريه لو مع كل احترامي وفلافل طيبه بس لا لا يعني احنا صحيح دريد النكهه العراقيه هو ولو يوم الفلافل احنا مو احنا ترى مو عراقيه دخلت لنا يوم تقريبا بالستينات مو عبالكم يعني كنا لحد 1960 ماكو فلافل دخلت لنا حتى اتذكر جدي الله يرحمه يجي على امي يقول لها شو اسمه تعالي شوفي ايش طالعه 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 يضحك يقولها حمص ويقلوه وهي تقول له عجب صدوق يضحكون والله يقولها وش طالعه هيك اي ويقول لها شلون بالله هيك بطنك تنق غازات كان اكثر يعرفون الفول الباقله كان اكو سوق شعبي مدينه الطرقشي بغداد اي هذا كان اكو واحد يبيع فلافل ودائما اكو يمه ذبان هو مفتح يمه الزباله تموتون على الذبان وعلى الوصال اي يابا شنو من فلافل يا يابا هيك تضرب بخشمي لحد الان تضرب بخشمي انت تاكلين وانت الذبان هيك تروح يمنا الذبان تروح اي صدق هيك تسوي واحلى شيء من تقولون لا تقولوا له انطينا شماله هاي من لبلبي يعني كلها بشفه اي كلها بشفه اللبلبي والله كانوا حاقرين حقره بالمدرسه ايه؟ اكو الحائطين هيك يلتقن فاكو ما مبني اي وما تفوت الايد يا دو تفوت الايد بس ما تفوت الطاسه اي ويعني حارمين حرم انه ايه؟ ابو اللبلبي ورا الحائط وصيح له ابو فلان ابو علاوي ما ايه ما يقبلون اسمه. ما يقبلون تاكلون طينا لبلبي يعني على اساس علموا صحتكم هم كذب يمه يفتحون حانوت ويريدون بس الطلاب يشترون من الحانوت سووا لنا لبلبي سووا لهم لبلبي اي وحيدردبه وبعد هسه المهم التحدي نزل على قناه من داخل امريكا اللينك اللي جوا اي شوفوا صار بيها المفاجأة ورفضت اني اخليها بقناتي واوقات سعيدة وان شاء الله يا ربي نزرع الفرحة بقلوبكم اول تحدي فلافل بالعالم يلا مع السلامة مع السلامة هسه القناة من داخل امريكا اللي جوا اللينك مع السلامة